تحية صباحية لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية. بداية وفي خبر أليم، توفي مساء أمس 3 أشخاص وسبع عشرة آخرون بحروق بليغة واختناق إثر حادث انفجار لغاز البوتان متبوع بحريق بالطابق الأول بناية ببلدية جسر قسنطينة بالجزائر العاصمة. وفور وقوع الحادث تنقل المدير العام للحماية المدنية العقيد بعلان بوغلاف إلى مكان الانفجار لمعاينة حجم الأضرار والاطمئنان على المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى وتقديم الإسعافات اللازمة لهم. كاين 6 ضحايا حرقة ما بين درجة أولى درجة ثانية، تم تحويلهم إلى مستشفى الحرق بجلالدة. كاين ضحيتين انكوموندي بار لافيمي، تم تحويلهم نحو مستشفى زميلي. وثلث ضحايا الاخرانيين اللي متوفيين للاسف مع تعزينا لعائلتهم، هادو تم استخراجهم في حالة وفاة وتم تحويلهم نحو مصلحة حفظ الجدد بمستشفى زميلي. في ملف رئاسية 7 سبتمبر المقبل، تتواصل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، حيث شرع المترشحون 3 لهذا الاستحقاق في عرض برامجهم الانتخابية من خلال عقد لقاءات جوارية وتجمعات شعبية في مختلف ولايات الوطن قصد استمالة الناخبين والظفر بأصواتهم يوم الاقتراع. ويخوض كل من السيد أوشيش يوسف عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، السيد تبون عبد المجيد مترشح حر، والسيد حسن شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم معترك رئاسيات بقوة الطرح والإقناع والترويج السياسي لبرامجهم وأفكارهم حول مختلف القضايا، وهذا قصد كسب تزكية المواطنين من خلال خطاب انتخابي مؤطر بآليات وضوابط يضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وولاية جلفة بوعائها الانتخابي الهام تستعد لهذا الموعد الديمقراطي، وعين المواطن فيها على برامج المترشحين التي تستجيب لتطلعاتهم، يقول محمد شوقي بونيف. ولاية الجلفة بتعداد سكاني فاق 1,800,000 ساكن، وبهيئة ناخبة بلغت 617,778 ناخب، فمتابعة برامج المترشحين للانتخابات الرئاسية واختيار الأنسب هو طموح وآمال الشارع الجلفاوي. كمواطن جزائري راح ندرس البرامج المترشحين 3 ونشوف الرؤية المستقبلية للجزائر والأصلح للمرحلة القادمة. نطمح كثيرا للتطلع على البرامج المترشحين 3 التي تصب في ضمن استقرار الوطن وإدماج الشباب والمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. رانا نشوف البرامج للمترشحين 3 وأكيد رايحين نقرروا من خلال هذه البرامج، يعني ويكون هناك ازدهار للوطن وازدهار للاقتصاد الوطني. الدعوة إلى المشاركة في هذه الانتخابات وإنجاح عرس رئاسيات 7 سبتمبر المقبل برؤى نحو تعزيز البرامج التنموية وإكمال مسيرة البناء والتشييد هو ما يأمل إليه المواطن بولاية الجلفة. اول حاجه ادلي برايك، ادلي بصوتك، ما تخليش واحد اخر يدي الصوت تاعك، لانه على هناك 3 مترشحين مبرزين على هذه الانتخابات. الرئيس اللي تشوف فيه الخير للبلاد، حنا لازم نثبتوا باننا جزائريين وراح نشاركوا في الانتخابات وتكون عندنا كلمه للشارع الجلفاوي. ان شاء الله هذه يكون فيها خير وننتخبوا الرئيس لبلادنا. نطلب من المواطنين ولايه جلفه خاصه والجزائر عامه انهم يتوجهوا لصناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر. نتمنى تكون عندهم شباب، تكون عندهم كلمتهم، وأي شخص يعبر على آرائه ما ينسحبش، لأنه تعبيرنا هو اللي راح يحدث الشفافية المطلقة وتكون الجزائر نشوفها في أعلى مراتب التنمية المستدامة. فالمؤشرات الإيجابية للتنمية المستدامة والشاملة واستمرارية بناء الجزائر بديمقراطية وعدالة اجتماعية لا يكون إلا باختيار المرشح الأنسب يوم 7 سبتمبر المقبل. من جهتهم، سكان عاصمة تصيلي نسجير جانيت مدركون لحجم التحديات الرهينة التي تواجهها البلاد، وهو ما يعطي للانتخابات الرئاسية المقبلة أهمية بالغة تستدعي من الجميع المشاركة فيها بقوة. من جانيت المراسلة لحنان بوريو. جانيت الولاية الفتية النشأة إداريا والعريقة العهد والحكمة عندما يتعلق الأمر بالمواعيد السياسية الوطنية،
فرئاسيات 7 سبتمبر محطة تاريخية لتحقيق مكتسبات تنشدها ساكنة هذه الولاية الجنوبية الشرقية والمتاخمة لحدود دولتي النيجر وليبيا. اعتبارنا في ولاية حدودية أن الانتخابات الرئاسية تكتسي طابعا مهما وهاما خصوصا لصون السيادة الوطنية وكذلك لتفعيل مختلف البرامج التنموية. كل هذه التحديات تفرض علينا وتفرض على مواطنينا أنهم يتوجهوا بقوة لمكاتب الاقتراع قصد التصويت ورفع نسبة المشاركة. ماذا بي المواطنين كل نساء ورجالا أتمنى باللجان التخرج ما نقول لك 100% لأن الكمال لله، على الأقل ما كان والو 95% ماذا بي تخرج باللفوطات. ننتخب بقوة وندعو جميع الشباب إذن للانتخاب حول الرئيس الذي يرونه مناسب لقيادة هذه السفينة. أرانا في كامل استعداد باش نشاركوا في قوى لأنه هذا واجب وطني. جس لنبض الشارع الجنتي أبان على اهتمام بالغ بالانتخابات الرئاسية المقبلة ودراية متبصرة بحجم المسؤولية، فبالرغم من اختلاف الأعمار والأفكار غير أن التطلعات واحدة استكمالا للمسار التنموي الذي يعيشه ويراه اليوم سكان عاصمة تاسيل النجار. ملامح التنمية راهي تقريبا باينة على مستوى المحلي، وحنا تاني نسجع وتاني ماذا بينا تاني المواطن يروح بقوة لصناديق الاقتراحات يوم 7 سبتمبر. الشارع نتاع جانة خاصة الترقي هذا راه رايح للصندوق وراح يفوتي. كمواطن كل جزائري يتمنى أنه يكون نجاح حقيقي ل 7 سبتمبر. وننتخبوا في 2024 إن شاء الله لأحيانا ربي. واش طالبين؟ طالبين الاستقرار. حق دستوري يوقن كالأشجار من خلال ممارسته بأنهم يساهمون في تحقيق الريادة التي تليق بجنات ذات المؤهلات التنموية المتعددة والواعدة. في التعاون الطاقوي وقع مجمع سوناطراك والشركة الصينية للهندسة البترولية عقد شراكة لإنجاز وحدات جديدة تعزز حقل الغاز للرار الواقع في حوض إليزي. الاتفاقية تهدف إلى معالجة انخفاض الضغط والحفاظ على إنتاج حقل الغاز للرار بمعدل 10 ملايين متر مكعب قياسيا في اليوم. مراسم التوقيع جرت بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والرئيس التنفيذي لشركة صينية للهندسة البترولية الجزائر. هذا وافتكت الجزائر مكانتها الريادية على المستوى القاري والإقليمي في إنتاج الطاقة الكهربائية وبقدرة إنتاجية تبلغ 25,000 ميجاوات، لتحقق الجزائر بذلك اكتفاء ذاتيا وتفتح أفاق التصدير نحو أوروبا. تفاصيل مع حرية جرجر. تعد الطاقة الكهربائية رقم ثابت في المعادلة التنموية والاقتصادية للساكنة وللمؤسسات، وبفضل الاستثمارات والكفاءات الجزائرية من التقنيين والمهندسين ووفرة الغاز الطبيعي بالجزائر مصدر الطاقة الكهربائية، استطاعت بلادنا أن تحقق تغطية كهربائية كاملة وشاملة بنسبة 99%، نسبة قلما تسجلها العديد من الدول الإفريقية والعربية وحتى الأوروبية. التغطية الكهربائية في الجزائر بلغت 99%، وهذا بفضل جهود كل عاملات وعمال سونالغاز وأيضا الاستثمارات. شرعت سونالغاز عن طريق مؤسساتها الفرعية سونالغاز طاقات المتجددة في انطلاق مشروع 3200 ميجاوات على الولايات الشمالية. سجلت الجزائر في هذه الصائفة بسبب الحرارة المرتفعة الذروة على طلب الكهرباء والمقدر ب 19,543 ميجاوات، رقم قياسي لم تسجله الجزائر منذ الاستقلال، وكانت الاستجابة فورية وفي مستوى التحدي. كفاءات يعني جزائرية سواء مهندسين أو تقنيين، وتدخل تاعهم سريع وفي يعني في وقت قياسي في بعض الأحيان، بحيث يعني المواطن ما يحسش بالانقطاع يعني على المستوى الشبكة. بعد أن حققت تجربة رائدة في مجال الغاز والبترول، ها هي الجزائر ترسم معالم طاقوية جديدة من خلال الطاقة الكهربائية
بعد أن بلغت قدرتها الإنتاجية 24 ألف ميجاوات، مما يؤهلها للولوج للأسواق العالمية خاصة الإفريقية والأوروبية. هذه الأرقام تجعل من الجزائر بلداً رائداً ومحورياً في محيطه الإقليمي والإفريقي. ويأتي مشروع ربط الجزائر بإيطاليا بخط كهربائي بحري عبر جزيرة سردينيا ليفتح باب تصدير الطاقة الكهربائية إلى أوروبا عبر المتوسط. يعتبر هذا المشروع كمشروع استراتيجي بالنسبة للمجمع، فهو يهدف بالإضافة إلى تعزيز موثوقية الشبكة الوطنية، إلى التبادلات الاقتصادية وتصدير الفائض من الإنتاج نحو إيطاليا بالخصوص ونحو دول الاتحاد الأوروبي على وجه العموم. كما يجدر تذكير أن هذا المشروع الاستراتيجي الهام سيرافق مشروع الذي انطلق فيه، وهو مشروع الطاقات المتجددة ب 15000 ميجاوات. عندنا طاقة مركبة تقدر ب يعني أكثر من 25000 ميجاوات، وهذا غرض يعني كافي لتغطية الطلب، والفائض نقوم بتصديره للدولة شقيقة تونس. ويبقى إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الطاقات الجديدة والمتجددة أكبر رهان لمواكبة الأسواق الدولية. ومناخ الاستثمارات المحفز بالجزائر أثمر في إطار دائرة الشراكة الإيطالية الجزائرية إنجاز أكبر مصنع لإنتاج الدهان في الجزائر. المصنع الذي يتموقع بالمنطقة الصناعية وادي البردي بولاية البويرة من شأنه استحداث مناصب شغل لشباب المنطقة وفي الأفق لجون للأسواق الإفريقية والأوروبية. ريبورتاج لعبد الجبار بن يحيى. هذه أساسات المدينة، تتحرك الآليات لإنجاز أكبر مصنع لإنتاج الدهان في الجزائر، ثمرة شراكة جزائرية إيطالية تتجسد هنا في المنطقة الصناعية وادي البردي في ولاية البويرة. هذا المشروع يخلق 200 منصب شغل مباشر، وطموحات تاعو في الخمس السنوات القادمة تروح حتى 60-70 ألف طن سنوياً. تتعزز الشراكة بين البلدين بميلاد أول أكاديمية في الجزائر، يتم تدريب هؤلاء الشباب على أحدث تقنيات الصباغة والطلاء. جيت لهنايا ترحبوا بينا، تهلاو فينا يعني الحمد لله، علمونا وراونا صوالح كان وين كانوا صعب. الدورة التكوينية تاعنا مدتها 3 أيام، وين اقتربنا بزاف من الحرفيين، وكوننا في مدة عام أكثر من 1200 حرفي. يمثل مصنع الدهان هذا علامة اقتصادية فارقة، يساهم في السوق الجزائري، ويتجه هذا المنتج للمنافسة نحو أوروبا والعمق الإفريقي. حاليا احنا طاقة الإنتاج عندنا 60000 طن سنويا في الدهانات، دهانات البناء، دهانات الصناعية، دهانات السيارات والأخشاب. عندنا 500 عامل، والأفاق تاعنا هو التصدير حسب التوجيهات تاع الدولة. العلاقات الجزائرية الإيطالية جيدة جدا، نحن سعداء بتواجدنا في الجزائر. هذا التوافق بين البلدين وكل التسهيلات فيما يتعلق بالاستثمار منحتنا دفعا قويا لتفعيل هذا الجسر الاقتصادي. تمضي السياسة الاقتصادية للدولة بخطوات ثابتة تتحقق فيها الأهداف وتتجسد الالتزامات. في قطاع الأشغال العمومية وبوتيرة نشيطة، انطلقت بولاية برج باجي مختار أشغال إنجاز الشطر الثالث من الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين ولاية برج باجي مختار ورقان. المشروع من شأنه تسهيل الحركة المرورية وإنعاش الحركية التجارية بالمنطقة. يقول أيمن حنفي. بعد إعطاء إشارة انطلاق أشغال إنجاز الشطر الثالث من الطريق الوطني رقم 6 على مسافة 135 كيلومتر بين ولاية برج باجي مختار ورقان بولاية أضرار، شرعت المقاولات في نصب قواعد الحياة وكذا حفر الأبار لضمان وتيرة سريعة في الإنجاز بتسخير كافة الإمكانات. حطينا قاعدة حياة راه جاهزة، حطينا الماتريال كاع راه جاهز، رانا بدينا نخدموا، عندنا تقريبا 10 ايام رانا نخدموا، رانا ديجا رانا بادين، رانا في 2 كيلو والحمد لله كل الامكانيات واجده، كل خدمه راه كاينه، باقي لنا ابار رانا فيه. ال 135 كيلومتر وبعد تقسيمها على 6 مقاولات قابلها حرص كبير من السلطات للعمل بجديه وانجاز طريق وفق المعايير والجوده اللازمه وكذا الوقوف على سرعه التنفيذ.
أعطيناها كل أهمية بحيث أن كل المؤسسات من 6 مؤسسات كاين 5 اللي نصبوا قواعد الحياة نتاعهم وانطلقوا كذلك في حفر المناقب. في دفتر الشروط وضع شرط أساسي وهو لكل مؤسسة تنجز شطر ما يجب أن تحفر بئرا عميقة وتجهزه للاستغلال، وبعد ذلك يحول مباشرة إلى مصالح الري بالولاية ليتم استغلاله دائما بمرافقة هذا الطريق. عصب التنمية بأقصى الجنوب بولاية برج بجي مختار، الطريق تولى له أهمية بالغة ويتصدر أجندة المسؤول واهتمام المواطن لتحقيق تنمية شاملة بالمنطقة. دوليا، وفي آخر تطورات حرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، تجاوزت حصيلة الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني على غزة عتبة 40,000 شهيد وعشرات آلاف المفقودين. وآلة الدمار الصهيونية لم تستثني الرضع ولا الأطفال على طول أمد الحرب المفتوحة على غزة، لتنقل كاميرا التلفزيون الجزائري جانبا من وحشية جلاد يلاحق الأطفال وهم في رحلة بحث ميؤوس منها عن لقمة تسد الرمق فأرداهم قتلى. مراسلنا من غزة وسام أبو زيد. في جريمة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس أسفرت عن استشهاد 15 شهيدا وعشرات المصابين جلهم من الأطفال والنساء، كان من بينهم هذا الفلسطيني الذي يقوم بضم ابنه الشهيد في آخر أحضانه ليوارى الثرى إلى مثواه الأخير، أحضان كانت عصيبة حتى على الأم التي فقدت فلذة كبدها. وهنا أب آخر ينعى ابنه الشهيد والذي كان عونا له في العمل ويقوم بحياكة الأحذية البالية للنازحين، وكان يبحث مع أبيه عن لقمة العيش لتوفير احتياجاتهم الأساسية. يا عمي هذا كان قاعد عامل بسطة يخيط أحذية بخيط للناس التعبانة، بخيط وبترزق وبرزق بساعة تمت ضنفار عينة. أنا أبوه وكمان الله صل على سيدنا محمد قاعد وآمن، ما لقينا غير بربين نازل علينا. أما هؤلاء الأطفال فهم نجوا من القصف لكنهم يركضون خلف أبيهم الشهيد وبقوا وحدهم يواجهون مصاعب الدنيا ويخوضون غمار الحياة دونه. مدنيين، هذه مرت أمي شهيد ابن عدوان استشهد ملوش بحدا، وهذا ابن أخويا كان عندي امبارح كان نازح، وهذه كانت نازحة كلهم كانوا نازحين عندي. أنا بطلب العالم كل العالم أن يوقف هالمجازر ويوقف الحرب هذه. لترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 40,000 شهيد ولا يقل عن 10,000 مفقود، ولكل شهيد قصة وحكاية، ولكل أب وأم رواية ضحايا أبرياء قتلهم الاحتلال دون ذنب وزاد من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمحرقة جماعية. احنا ماتحين بسطة ومشي عن جوالات وقعدين فجأة، أنا قاعد على الجوال ما سمعنا غير صوت انفجار، يعني أنا فتحة ومش شايفين إشي، وهذا أخويا كان بيلعب حجلة قدامي. فبعد كل غارة إسرائيلية تتكشف الكثير من القصص والأحزان التي لن يطويها الزمن، بل وستصبح دليلاً آخر على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي للمزيد من المذابح والإبادة الجماعية لحق الشعب الفلسطيني. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. نشرتنا تمت، مشاهدينا السلام عليكم.